مساء الخير عليكم جميعا، وعودة مرة أخرى لمنطقة حصن بابليون والكنائس اللي موجودة في المكان. هنبتدي بأول كنيسة معانا، ومن أهم وأجمل الكنائس الموجودة في منطقة القاهرة القديمة، ألا وهي منطقة أو كنيسة السيدة مريم العذراء، اللي هي معروفة باسم الهانجينج تشيرش أو الكنيسة المعلقة. طيب احنا ليه سميناها الكنيسة المعلقة، وإيه أهمية الكنيسة المعلقة بالنسبة لنا احنا كجايدز؟ الحقيقة في البداية لازم نقول إن الكنيسة مكرسة أو مهداة للسيدة مريم العذراء، وبترجع لنهايات القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلادي، فتعتبر من أقدم الكنائس اللي موجودة عندنا. للأسف تم يعني تدمير أجزاء كبيرة منها خلال القرن التاسع، وتم إعادة بنائها مرة أخرى خلال القرن العاشر والحداشر. الكنيسة زي ما قلنا اسمها الكنيسة المعلقة، ودوت نتيجة وجودها على برجين أو ما بين برجين من أبراج حصن بابليون، وعلشان كده بتسمى بالكنيسة المعلقة. في ناس في بعض الأحيان بتسميها بكنيسة السلالم، نتيجة إن هي في بدايتها موجودة أو يتم الوصول إليها من خلال عدد من السلالم. يعني هنشوف كده حتى جوه كده في كابينت أو في سلم حواليه كده في الأرضية، في إزاز، حاطين إزاز بيوصل أو من خلاله بنقدر نشوف أساسات أو المنطقة الأساس اللي اتبنى عليه الكنيسة. بعض الروايات بتقول إن هو تم وضع سقف نخيل ما بين البرجين قبل بداية إيه إن احنا بنبني الكنيسة، تيمنا بمكان الكنيسة وكده. ده بالنسبة لشكل الكنيسة وتسميتها وتاريخها. So this church was one of the most important and most ancient churches in the area of Old Cairo. Originally, it was built during the 4th and the 5th century AD. However, it was destroyed and rebuilt. Rebuilt يعني إن أنا أعدت بنائها مرة أخرى. During the 9th, it was destroyed during the 9th century and rebuilt during the 10th century AD. Why it was called the Hanging Church? Firstly, it was dedicated, or it's dedicated, to Virgin Mary, and it was built on the two towers or bastions of the Babylon fortress, and therefore it was called Al-Ma'laqa Church or the Hanging Church. And some other scholars prefer to name this church the Church of Steps because it could be entered through number of steps. Some stories tell us that between the two towers, a number of palm branches were placed to be the foundation place for this important church. ده بالنسبة لمكانها وأهميتها. طيب الأهمية بتاعت الهانجينج تشيرش، احنا الحقيقة عندنا كذا أهمية نتيجة وجودها على مكان مرتفع. كثير من المصادر أو الروايات بتؤكد أن منطقة التشيرش ديت كانت بتستخدم للثيولوجنز اللي هم دارسي الدين او اللاهوت، وحتى من بعض المنجمين او المهتمين بعلوم الفضاء وكده، علشان يتابعوا حركه النجوم والكلام دوت كله. كانت مقر للكرسي البابوي خلال فتره القرن السابع والتاسع، وبعد كده برضو في القرن ال11. دي من الحاجات المهمه في الهانجينج تشيرش. It was a place or the cradle for studying theology. Theology اللي هو علم اللاهوت and also astronomy. Because of the high place of this church, it was also a place for the patriarchal residence, especially during the 7th century AD and the 9th century and also the 11th century AD. طبعا الحاجات المهمة جدا اللي احنا اشرنا اليها الاعمال الخشب يعني اللي فوق الرائعة وفوق الجميلة المصنعة منها، دي حاجة. تاني حاجة ان احنا اكتشفنا منها عدد كبير جدا من الايقونات الاثرية، في ناس بتقول 90، وفي ناس يعني وفقا طبعا للحاجات اللي تم كشف عنها اخيرا يعني احنا وصلنا ل 110، في ناس بتقول 110. دي حاجة. تاني حاجة برضو ان الايل بتاعتها او النيف من الحاجات المميزة فيها ان احنا عندنا ثلاث اروقة مش رواقين فقط، يعني مش مجرد صحن ما بينه رواقين وعلى اليمين واليسار رواقين، لا احنا زي ما هنشوف كده في تخطيط الكنيسة احنا عندنا صحن وثلاث اروقة، وهقول لكم جم ازاي. تمام. يبقى the aspects of importance of the hanging church is also because of the magnificent inlaid woodworking in the windows, in the iconostasis, in the doors, which were inlaid with ebony and ivory.
We have also marvelous collection of Coptic icons between 1290 and between 110. Most of them are signed with the famous Coptic painters. يعني معظمهم تم توقيعهم او بيرجعوا لبعض الناس اللي هي شهيره جدا في عمليه عمل الايقونات، زي ما هنشوف مع بعض. من اهم الايقونات اللي احنا هنشوفها مثلا ايقونه دايما بيقولوا عليها الموناليزا القبطيه او الموناليزا المصريه، بتمثل السيده مريم العذراء وبتحتضن السيد المسيح عليه السلام. كتير جدا من الدارسين شبهوا هذه الأيقونة بلوحة الموناليزا، ودي موجودة جوه صحن الكنيسة نفسها في المنطقة اللي احنا بنقيد فيها الشموع. دي من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نذكرها كجايدز كده في الهانجين تشيرش. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه يعني اهم الاماكن او ترتيب الزيارة. احنا بندخل من هنا دوت الستير كيس، تمام. بعد كده بندخل على طبعا الستير كيس بتاع الشيرش، بيؤدي لكفرد كورتيارد اللي هي المنطقة دي. قبل ما نخش خالص بنلاقي كده منطقة اللي هي الفساد او الواجهة بتاعة الشيرش نفسها، ودي هنلاقي فيها كولومز او يعني اعمدة وحائط او سياج كده خشبي. طبعا السياج الخشبي فيه نحت فوق الرائع. So we have here a staircase. This staircase is leading to the covered courtyard and the facade of this church is remarked with the woodworking, the wooden screen wall and also the columns decorating the facade of this church. After that we have the narthex. فاكرين لما اتكلمنا عن النارثكس ان هو زي reception area for and the unbaptized Christians. This is the narthex. And after that we enter the nave. This is the nave. احنا عندنا how many rows of columns. ركزوا معايا بقى كده. We have here the first row of 8 columns. The second row of 3 columns. And the third row of 8 columns. 8, 3, 8. 8 3 8. خلاص. So we have here the nave. خلاص. And in the southern side we can find a row of 8 columns. On the northern side we can find 2 rows, the first row of 3 columns. خلاص. Referring to the triad of Christianity, للثالوث المقدس في المسيحية. And the second row of 8 columns. And after that we have the هيكل or the هيكل, the main sanctuary. It's divided into how many apses? 3 apses as we will describe. In addition to additional parts or to the other parts in the church, which is believed to be the most ancient part of the church. دايما بيتقال ان الجزء ده هو اقدم اجزاء الايه الكنيسة المعلقة. طيب تعالوا كده ناخدهم واحدة واحدة. طبعا before entering the staircase or before using the staircase we should mention that we have here a place of gardens, a courtyard of gardens, an open court with flowers and gardens. And here we can find the facade, the wooden facade of the church. شايفين العظمة يعني في الحفر والنحت. And also the facade of the church, we can find the two towers of the hanging church. تمام. يبقى احنا كده دخلنا على الستيرواي، وصلنا للopen court. And what is remarkable in the open court? The wooden facade with excellent woodworking. ده النارثكس اللي احنا بنقول عليه reception area، ودي المنطقة اللي انا بقول لك عليها ايه الأيقونة اللي بنقول عليها دايما the icon of the Egyptian Mona Lisa. خلاص. It represents Virgin Mary enthroned. تمام. اللي هي متوجة اهو. And she is holding the Jesus the Christ. And she is depicted with the same iconography of Mona Lisa, of the famous Mona Lisa of Da Vinci. And it's placed inside a wooden canopy with excellent woodworking. خلاص. احنا بدأنا ندخل على صحن الكنيسة اهوت نفسه. تمام. زي ما احنا شايفين احنا واقفين هنا في صحن الكنيسة ووشنا لناحية الايكونستاسس.
دوت احنا هنا كده صحن الكنيسة، ودوت الجزء اللي فيه 1000 part with a row of 8 columns and this is the row of 3 columns. وجنبه هنا وقلنا ال 3 columns دوت referring to ايه؟ to the triad of Christianity. هنا عندنا حاجة اسمها البلبت، المنبر او الأمبون، تمام شايفينه، ودوت مصنوع من الرخام ومحمول على 15 عمود من الرخام. البلبت نفسه مصنوع من الرخام الملون، كأننا بس ادينا وشنا للناحية التانية. ادي اهو ال row of 3 columns referring to the triad of the Christianity and here is the pulpit of the church and behind it we can find the row of 8 columns. طبعا ادي ال row of 3 columns اهو. We have here traces of the paintings for Virgin Mary in one of the columns and the traces of the painting, the coloring painting is clearly visible. طبعا ادي البلبت اهو خلاص. والحقيقه نقف شويه عند موضوع البلبت او الامبون. الحقيقه البلبت او الامبون دوت زي ما قلنا ان هو مصنوع من الرخام الملون، وهو بيرجع تقريبا لمنطقة أو للفترة بتاعة القرن العاشر أو الحداشر الميلادي، وزي ما قلنا هو مدعم بخمستاشر عمود. العمود اللي هو في المقدمة ده بيمثل السيد المسيح عليه السلام، ادي واحد وهم 15، يتبقى لنا كام واحد؟ 14. 12 منهم متقسمين ازواج لست ازواج ورا جنب ورا بعض، يعني 2 4 6 8 10 خلاص 12. فيبقى كده عندنا 12 واحد بلس واحد يبقوا 13، واتنين ورا تاني. يبقى اول واحد بيمثل السيد المسيح، ال 12 دول بيمثلوا تلاميذ المسيح ال 12، واخر اتنين هنقول هما بيمثلوا مين. يبقى اول واحد بيمثل السيد المسيح وال 12 اللي وراه المقسمين لست ازواج بيمثلوا تلاميذ السيد المسيح. هنلاقي ان اخر صف منهم في واحد منهم جراي رمادي وفي واحد منهم اسود. طب ليه واحد جراي وواحد اسود؟ واحد منهم بيمثل الكرازة او البشارة، كلمة كرازة يعني بشارة، بيمثل الكرازة في منطقة مصر والشرق ده الرصاصي، والتاني الاسود بيمثل الكرازة او البشارة في منطقة افريقيا، تمام. اخر عمودين واحد منهم بيمثل القديس مرقس اللي هو طبعا بشر بالمسيحيه في مصر، والتاني بيمثل قديس لوقا الرسول اللي يقال ان هو نقل الكرازة او البشاره لثاؤفيلس اللي طبعا كان ليه دور مهم جدا في عمليه يعني تدمير الوثنيه ونشر المسيحيه في فتره من بدايه الايه انتشار المسيحيه في مصر، تمام. يبقى the pulpit, the marble pulpit dates back to the 10th or the 11th century AD. And it was sometimes called the ampon or the impen. The impen is a Syriac word which means a high place. الأمبن أو الإمبن ده هي كلمة سريانية معناها المكان المرتفع. And it's supported by how many columns? 15 columns. And also of them are made of marble. The frontal one is representing Jesus the Christ. 6 pairs. Or 12 columns of six and divided into 6 pairs are representing the 12 apostles of Jesus the Christ. The last two, one of them represents evangelism in Egypt and the East, and this is the gray one, and the other, the black one, represents evangelism in Africa. The last two, one of them is representing Saint Mark, who spread the Christianity or preached to Christianity in Egypt, and the other one is representing Saint Luke, who it was said that he transferred evangelism to Theophilus, who played a very important role in spreading the Christianity in Egypt. عندنا برضو حاجة مهمة جدا، the two lateral sides of the pulpit we can find here a cross and another shape of a cross inside a circle and it's topped by the shape of the conch shell. الconch shell ديت هو اساسا كانت رمز للإله افروديت في الوثنية، ولان دايما الاسطورة كانت بتقول ان الإله افروديت خرجت من صدفة البحر، تمام، وبعد كده استخدمت في الفن القبطي للاشارة لمياه التعميد.
فعلشان كده ظهرت في الفن القبطي بشكل ايه متكرر. So the two-sided lateral sides of this pulpit, this very marvelous pulpit, is carved with the shape of the cross here, and another shape of the cross inside a circle, and topped with the shape of the conch shell. What is the meaning of the conch shell in the Coptic art? The conch shell in the Coptic art refers to the water of baptism, or the soul of baptism, روح التعميد أو مياه التعميد. تمام، يبقى كده لغاية دلوقتي احنا عرفنا النيف ان هو عنده 3 rows of columns, 8 row of 8 columns, 8 of 3 columns representing the triad, and another row of 8 columns. عرفنا أهمية البالبت عندنا وإيه السيمبوليزم بتاعتها. عندنا الايكونوستاسس. الحقيقة الايكونوستاسس زي ما بنقول عليه حامل الايقونات, and it considered to be one of the masterpieces of woodworking here in Egypt. It dates back to the 10th century AD and it's inlaid with ebony and ivory. خلاص مطعم بالعاج والأبانوس بشكل طبعا فوق الرائع, يعني حاجة تحفة فعلا فنية. احنا عندنا فوق حامل الأيقونات هنا زي ما انتم شايفين عدد من الأيقونات أو الرسومات اللي تمثل شخصيات مقدسة, وهم أولا بيرجعوا للفترة بتاعت أهم رسامين الأيقونات في مصر اللي هو يوحنا الأرمني. يوحنا الأرمني يعني بيرجع تقريبا للقرن الـ18 الميلادي. الأيقونات ديت يعني ممكن نقول من الشمال لليمين مرتبين كالآتي. أول واحد بيمثل القديس بيتر, تاني واحد بيمثل أرك أنجل جابريل, بعد كده هنلاقي السيدة مريم العذراء اللي في النص طبعا أكيد هيمثل السيد المسيح عليه السلام, بعد كده بيمثل أيقونة أخرى بتمثل يوحنا المعمدان, الأيقونة بعد كده بتمثل أرك أنجل مايكل, وفي الآخر القديس بولا. تمام, نقولهم تاني, تعالوا نقربهم كده شوية. ايوه كده افضل. يبقى احنا اول واحد عندنا بيمثل بيتر اللي هو بولس الرسول, وبعد كده عندنا ارك انجل جابرييل, فيرجن ماري, جيسوس ذا كرايست, جون ذا بابتست اللي هو يوحنا المعمدان, ارك انجل مايكل. تمام, وبعد كده في النهايه سانت بول او سانت بول او اللي هو ايه القديس بولا. تمام, سو ذي ار 7 and they are considered to be one of the excellent workshops of the icons, and they are dating back to the, or they are belonging to one of the most important icon painters in the 18th century, who is Yohanna al-Armani. And here we can find the excellent workshops, workmanship of the woodworking, which is inlaid with ebony and ivory, representing different shapes of crosses. تمام, برضو معروف ان صحن الكنيسة هنا, the central part of the nave is higher than the ceiling of the other aisles. ان صحن الكنيسة سقفه اعلى من سقف الاجزاء التانية, وبياخد شكل السفينة اشارة الى سفينة نوح اللي كانت بتنقل المؤمنين, رمزية كرمزية عملها الفنان القبطي او المهندس القبطي عند بناء هذه الكنيسة, ان الكنيسة هي اللي بتحمي المؤمنين وبتنقذهم بعد كده. فدي برضو من الحاجات المميزة قوي في الشرح لما تقف وتشرح في ايه عند صحن الكنيسة. دي احد الايكونز اللي بتمثل القديس مارك. يبقى احنا هنا دخلنا هنا ووصلنا المنطقة بتاعت الكورت يارد, وقلنا ان الحاجات بتاعت الكورت يارد المميزة فيها جدا الودن فساد. بعد كده دخلنا على النارثكس وايه المميز فيها اللي هي الايجيبشن موناليزا. بعد كده دخلنا هنا وقلنا ايه الحاجات من المميزه. اول حاجه احنا عندنا how many rows of columns, 8 3 8. هنا ال 8 دول بيمثلوا الترايد. البالبت هنقف عنده شويه ونتكلم على ال 15 عمود والشيبس اوف كروسز اند ذا شيب اوف ذا كونش شيل. بعد كده قلنا ان صحن الكنيسه الجزء اللي في النص, the ceiling is higher than the other parts of the ceiling. السانكتوري زي ما قلنا مقسمة ل 3 abscesses. We have here the iconostasis with 7 very important icons زي ما قلنا. السانكتوري of the hanging church مقسمة زي ما قلنا, أول الحنية الجنوبية اللي بتقع ناحية الشمال مهداة ليوحنا المعمدان, اللي في النص مهداة لأبس of Virgin Mary, والحنية الشمالية للقديس سانت جورج. خلاص
فهي دي 3 abscesses اللي عندنا. They are mainly abs 3 abscesses. The thousand abs for St. John the Baptist, يوحنا المعمدان. The central abs for Virgin Mary. And the northern abs for St. George. طيب احنا عندنا ايه تاني لازم برضو يعني نبص كده بصة عن الجزئية دي. هنا برضو قبل ما نسيب المكان، احنا هنا عندنا different shapes or different cabinets. وانت واقف كده هتلاقي فيه cabinets، glass cabinet، يعني حاجات كده فاترينا ازاز، وفي بعض الحاجات منها خشب كانت موجود فيها رفات رجال الكنيسة، وتم دفن رفاتهم في هذا المكان تكريما وتشريفا ليهم. برضو في النهاية هتلاقي هنا حاجة كده زي سلم تحت الأرض وبيوصل لخارج الكنيسة، كان بيستخدمه في بعض الأحيان رجال الكنيسة أثناء هجمات البربر أو الرومان على الكنيسة، لأن في بعض الأحيان الأدوات الكنسية اللي كانت مستخدمة كانت مصنعة طبعا من الذهب والفضة، فكان في بعض الأحيان بيحصل حالات سرقة لهذه الأدوات. So we have also glass cabinets and wooden cabinets in this place that house the relics of the churchmen in this place to commemorate them or to commemorate their memory، يعني لتخليد ذكراهم. We have also here a stairway which leads to outside the church which was used by the Christians after during the attacks of the barbarians or the Romans. دي برضو من الحاجات المميزة. احنا عندنا هنا باب صغير بيصل للجزئية دي، والجزئية دي يقال ان هي اقدم جزء في الكنيسة، تمام. والدور دوت او الباب دوت بيصل ل يعني شابل صغيرة لقديس اسمه تكلا حمانوت. تكلا حمانوت دوت كان قديس أثيوبي. والحقيقة ايه أهمية المكان اللي احنا هندخله، بالإضافة ان هو أقدم مكان في الكنيسة، ان هو فيه رسمتين من أجمل الرسومات اللي احنا نقدر نشوفها. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي موجود في أقدم مكان الكنيسة هنا. So there is a door leading to a chapel which was considered to be the most this place is the most ancient part of the church. This chapel is dedicated to an Ethiopian saint who is called Tekle Hamanot. And in this place we can see very important paintings. This one اللي هي فريسكو بتمثل البشارة. خلاص we can find here the church, the Virgin Mary and Saint John the Baptist and Jesus the Christ with Archangel Gabriel and Michael. خلاص it's a very important and very well preserved فريسكو painting. خلاص وطبعا we can find here the two shepherds. خلاص الرعاة اللي هم بيشيروا اهوت للارك انجل جابرييل اند مايكل، دي موجودة في الشابل بتاع تكلا حمانوت، اول فريسكو بينتينج عندنا. و another very important فريسكو بينتينج اهو، خلاص دي برضو من الحاجات المميزة جدا. Represents the Jesus the Christ. However, the upper part is partly destroyed. And in the other, the lower part represents the 24 apocalypse. الأبوكليبس دول اللي هم الشيوخ اللي هم ظهروا في سفر الرؤيا، ودايما بيوصفوا ان هم لابسين ثياب بيض ومتوجين بأكاليل من ذهب او بتيجان من ذهب كما وصفهم سفر الرؤيا. وكتير جدا من علماء اللاهوت بيشير اليهم ان هم بيمثلوا الكنيسه. خلاص so the 24 apocalypse are representing the churches. They were usually described to be dressed in white and crowned with golden crowns. And they were mentioned in the Revelation book. خلاص and in the upper part represents the Jesus the Christ enthroned. However, the upper part is partly destroyed. خلاص الحقيقة بالإضافة لمنطقة تكلا حمانوت احنا عندنا برضو باب يؤدي لثلاث chapels أو ثلاث حنايا أخرى. واحدة منهم مهداة لتكلا حمانوت، السنترال وان الحنية اللي بعد كده مهداة للقديسة دميانا، والأخيرة مهداة لسانت أندراوس الرسول، تمام. يبقى عندنا ثلاث حنايا أخرى بالإضافة لثلاث حنايا الرئيسية الموجودة في الهيكل. خلاص اللي موجودة في هيكل الكنيسة الرئيسي الناحية الشرقية، لا احنا عندنا ثلاث حنايا أخرى بنصل إليهم في الجزء اللي احنا قلنا عليه أقدم جزء في الكنيسة. The left-handed apse is dedicated to Tekle Hamanot.
The central apse is dedicated to Saint Damiana, and the right-handed apse is dedicated to Saint Andrews, اللي هو أندروس الرسول أندرو. خلاص تعالوا نشوفهم كده على الخريطة علشان بس ايه ما تتلخبطوش. يبقى احنا هنا عندنا 3 abscesses. These are the main abscesses of the sanctuary. اوكي زي ما احنا اتكلمنا يعني. وهنا we have another entrance leading to the chapel of Tekle Hamanut with an Ethiopian saint, and in this one is leading to 3 other abscesses as we said before. من الحاجات المميزة جدا البابستري في الشامبر بتاعت سانت مارك. هنلاقي البابستري حوض التعميد، والحوض التعميد دوت بياخد الشكل الدائري او البيضاوي، وده من الاشكال المميزة جدا في احواض التعميد اللي موجودة عندنا في الكنائس. خلاص يبقى in the papistry in the chamber of Saint Mark we can find a very important shape of papistries basins which is circular in shape. بالاضافة لكده احنا برضو لازم نقول ان الكنيسة مكونة من طابقين. الطابق اللي فوق حاليا بيستخدم لتقديم الصلوات او تلاوة الصلوات، ونقدر من خلاله نطلع، وفي الشبابيك بتاعته بتطل على البرج الغربي من حصن بابليون. So the second floor is now used for different rituals or reciting different rituals. And the wooden doors, excellent wooden doors of the second floor are overlooking the western gate of the Babylon fortress. دي كانت محاضرتنا عن الكنيسة المعلقة، وإن شاء الله بإذن الله نستكمل في الفيديوهات القادمة الكنائس الأخرى.